وفي تطور حصل في الربابة؟ الربابة أنواع. بداية من هنا ده اللي هو الآخر يعني أقدم حاجة لصناعة الربابة، وبتكون بالجوزة اللي هي الكبيرة وترين سبيب خالص. جاء الأحدث منه بشوية، هي نفس الربابة بس اختلفت الجوزة، صغرت شوية بقت واحدة سبيب وواحدة كمانجة، صوت رفيع وصوت تخين جامد يعني. التطور آخر حاجة اللي وصلنا ليه حالياً اللي هو ده، مزجنا بين اللي هو الربابة الكبيرة والربابة الصغيرة، فجبناها ربابة كبيرة ومفتوحة من ورا، وغيرنا اللي هم العصافير بنقول عليهم إحنا يعني بنقول عليهم عصافير، وهو المفاتيح يعني مفاتيح مفتوحة، خليناهم مفاتيح كمانجة ومفاتيح عود. فرق حاجة في الصوت؟ فرقت، بيجي مزيج بين التخينة اللي هو الصوت العريض اللي هو بتاع السيرة القديم، وما بين الربابة اللي هي بترقص، وما بين الربابة اللي هو الحزين. يعني ممكن أسمعك حاجة عليه؟ يلا. لو هنعمل حاجة حزينة هنقول مثلا، بس انت كمان اضفت الاورج لانه فيه اصوات كتير زي اصوات الناي، اصوات العود، اصوات الجنون، اصوات الكمانجي، في مشاهد وفي احداث بتتطلب اصوات، مثلا مشهد فيه حزن مش شرط يبقى ربابة بس، لا ممكن اضيف له آلة الناي حزينة تمشي مع الحدث، اضيف له عود، اضيف له جنون، في موال غزلي بيتقال من دخل السيرة، يضطر يعني مثلا يبقى الربابة مكمل هو الأصوات حديثة مع الربابة. اللي تقوله تعالى يا غريب، واحدة تشد الدنيا تسير. اللي تقوله تعالى يا حبيب، عالبيت هنودوك. يونس قال سيبوني في حالي، أنا يونس زيد أحوالي. يونس قال سيبوني حالي، أنا يونس زيد أحوالي. أنا معايا خياتي وخالي، تلات أيام الزاد ما دقوم. وسيع البساتين العقل منه جناين، ينظر على العنب والدين. دخلوا وسيع الجناين، في العمل يا سلام، الحمولة علينا تقال، من الله طلبنا السلام. قال له يا ولدي تاني ما تبكيش، بلاد غربة ما تفضحنيش، هادي العباية وادي القميص اللي يجيب الطعم بيعوه. سلام
سلامتك يا خالي سلامنا. وخايل في لف العم معايا فرع من عبد شمه لكم يا خالي بيعوم.